توصلنا ان احنا كل الناس دلوقتي الاهلاويه يقول لك عايزين محمد عبد المنعم يرجع النادي الاهلي تاني. ده فكر، ده استراتيجيه، مش مجرد اي كلام وخلاص، لا دي فكره واستراتيجيه. بقى لنا كام سنه بنقول ان محمد ده لعيب كويس، كذا حد بيقول، ولكن دلوقتي في اجماع، وهو ده اللي كان بيعمله كابتن خطيب ولجنه التخطيط. احنا عارفين ان اللعيب ده كويس، فبيصروا على ان هو يتم اعارته سنه واثنين وثلاثه لغايه لما يرجع ويبقى مكانه الطبيعي في النادي الاهلي.